بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. حكيت في المحاضرة اللي فاتت على استعمال المخطط الانسيابي. المخطط الانسيابي اللي هو الخطة اللي انت حاطها، الخطة اللي انت دايرها وتبي تحولها الى برنامج يعني. المخطط الانسيابي او يسمى الخوارزم او الخوارزميات عندنا. خلينا هيك ناخذ بسرعه هيك مراجعه عن المخطط الانسيابي السابق اللي هو بتاع جمع رقمين. مخطط انسيابي لجمع رقمين، ما قلنا 3 و4. فطبعا قلنا المخطط يبدا من الخطوه ابدا. هي برنامج طبعا ابدا معنا ابدا في البرنامج انت تديره. بعدها قلنا شنو؟ قلنا دخل في الاي 4، دخل في البي 3، هذا ادخال. بعدها قلنا السي من المعالجة، السي حط فيها، صب فيها محتوى الـ A، أجمع عليه محتوى B، وبعدها محتوى الـ C قلنا أنا يا كمبيوتر ولا يا اللي ينفذ البرنامج بتاعك، يا إنسان يا كمبيوتر خذ أطبع أو تكلم محتوى الـ C اللي فيه المجموعة. بعدها البرنامج انتهى، نهاية البرنامج، نهاية يعني بداية البرنامج. هذا برنامج أو هذا مخطط برنامج يبدأ من إدخال مدخلين. طبعا البرنامج هذا نقدر ننفذه بأكثر من طريقة. نقدر ننفذه إنسان مصب كيف ما قلنا يعني، نقدر ننفذه ونقدر ننفذه نشوف 3 طرق مثلا أو 4 طرق ننفذ بها هذا البرنامج. أول طريقة ممكن إنسان مصبي يجي ياخذ ورقة يكتب فيها 3، ياخذ ورقة وتقرأ إنسان، ياخذ ورقة ثانية يحط فيها 4، ورقة سماها A، ورقة سماها B، وجا عدى في راسه خذا الكلام هذا وجمعهم على بعضهم، جمع الـ A والـ B، حط الناتج في ورقة وتقرأ، ورقة مذكرة يعني. ورقة واحدة أخرى حط سماها سي، حط فيها مجموعة 2 اللي هي 7، مجموعة 3 اللي هي 4، وبعدها جاء شنو تكلم بفمه، تكلم بفمه 7، قال 7. هذا برنامج يعني. تو هذا شنو؟ هذا البرنامج تم تنفيذه بإنسان. احنا بنشوف الطريقة الثانية، الطريقة الثانية قلنا ممكن بلغة البيزك، لغة البيزك هذه نحطوها على الشاشة، الشاشة هذه قلنا ايش؟ خطوة 10، اي حط فيها، حط فيها طبعا يساوي، حط فيها بلغة، حط فيها كم؟ 4، بي حط فيها 3، خطوة 20، لما يكمل خطوة 20 يجي الخطوة 30، قلنا سي حط فيها اي زائد بي. خطوة 40 قلنا أطبع سي أو برنت سي، أطبع سي باهي، خليه أطبع سي مش مشكلة، خليه على أساس باهي. هذه لغة إيش؟ لغة من لغات البرمجة اسمها لغة البيزك، لغة كتابية بالخطوات، لغة بيزك. اللغة هذه لغة كتابية، عرفت؟ يجي ينفذها لما نجي ننفذ التنفيذ، طريقة التنفيذ، التنفيذ كيف؟ التنفيذ يجي داخل الشاشة هنا، يجي إيش؟ نعبه في الاي، نتيجة الطباعة حيترتب عليها وين؟ يكتب لنا ايش؟ يكتب لنا 7. يعني جاء حط في الاي 4، لما قلنا له نفذ البرنامج هذا، أمرنا الكمبيوتر بأن ينفذ البرنامج، نفذ حط في الاي 4، هذه اي حط فيها 4، وبي حط فيها 3، السي حط فيها كم؟ مجموع هذا زائد مجموع هذا، جمعهم على بعض ونحط الناتج وين؟ في السي.
بعد السيشن درنا انا قلنا لا اطبع على الشاشه اوكي ولا هذا بلغه بيدك. هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه نحن نبي نشوفه ببرنامج بلوكات عرفته يعني. فبلوكات ممكن بلوك نجيب الطريقه هذه بلوك نقول له ايش؟ نقول له خزن في الاي خزن شو تخزن في الاي أربعة بعدها شنو جي الخطوة اللي بعدها مثلا هذا بطريقة الخطوة اللي بعدها شنو الخطوة اللي بعدها جيت الطريقة هذه قلنا له خزن خطوة اسمها خزن فقط خزن في البي ثلاثة في البي رقم ثلاثة شفت هذا برنامج بلوكات كيف البلوكات متعلني كيف بلوكات بتاع التركيب باهي ولا خزن في البي يعني وبعدها بلوكة جديدة اسمها تجميع جمع اي وبي وضع الناتج في السي يجمعهم انا اتمنى بعدها جينا بلوكة جديدة سميناها شنو قلنا تكلم محتوى السي يعني هذا برنامج مكون بلغة مثلا اسمها بلغة بلوكات ولا نسموها التركيبات ولا بلوكات قلت له خزن في الاي اربعة يعني اي مكان اسمه اي خزن فيه اربعة بعدها قلنا خزن في البي ثلاثة لما يكمل الخطة الاولى يخش الخطة الثانية جمع الاي والبي وحط الناتج وين حط الناتج في الحاوية سي وبعدها قلت له تكلم اللي موجود في الحاوية سي تكلم ما في تكلم شنو حيتكلم الكمبيوتر لما ينفذ برنامج حيقول لك ايش ياخذ الثلاثة ويجمعها على الاربعة طلعت سبعة حيقول لك سبعة يعني هذا برنامج هو مخطط ثابت المخطط هذا مكتوب بلغة بخريطة يعني كيف دوت الخريطة الخريطة تقدر تعطيها مقاول سوري تقدر تعطيها مقاول ليبي تقدر تعطيها مقاول باكستاني كل واحد ينفذها لك بطريقته الخاصة تقدر تعطيها الواحد متاع تريلات يدير لك تريلات وتعطيها الواحد متاع صب يدير لك بصب متاع بالعمدة واحد آخر يصب متاع صفرة يدير لك بصفرة وهكذا فنفس العملية نحن هذه الخريطة مخطط سابق والخريطة نفذناه بإنسان عدى استعمل ورق حط فيه ثلاثة وحط أربعة ونجمعها على سبعة وبعدها نفذ وعدى وتم تنفيذ وعدى تكلم المحتوى بلسانه جمع الثلاثة زي أربعة قال سبعة وقال لك سبعة عرفت لها وممكن يتنفذ بلغة البيزك في برنامج في البي سي متاعك نفذناه خزننا في الاي اربعة وثلاثة وجمعناها وكلمنا وطبعنا الناتج على الشاشة وممكن استعملنا برنامج بلوكات حتى على النقال متاعك عرفت لها برنامج بلوكات فقلنا لها خزن في الاي اربعة حاوية اي يعني احجز حاوية سميها اي وعبي فيها اربعة احجز حاوية اسمها بي وخزن فيها ثلاثة جمع الاي والبي حطها في الحاوية سي وتكلم محتوى سي حيتكلم يعني معناها البرنامج هذا ممكن نديروه بأكثر من طريقة هو برنامج ثابت لكن نفذناه بثلاث طرق نفذناه بالبشر ونفذناه بلغة البيزك اللي هي تكست طبعا لغة البيزك شنو هي تكست معنى نصية لغة نصية يعني ممكن لغة البيزك لغة نصية طبعا اللغات النصية اللي هي مكتبة ممكن بيزك وممكن لغة سي من لغات السي لغة نصية هي مثل السي مثل البيزك ممكن باسكال ولغات واجدة يعني فهمنا فنحن في التحكم نقدر نستعمل لغة السي فيش كلغة نصية ونقدر نستعمل كويك بيزك كلغة نصية نبرمج بها اللوحات بتاع التحكم ونقدر نستعمل لغة البلوكات كيف لغة بلوكي اللي هي معتمدة على سكراتش نقدر ننفذ بها وطبعا أسهل لغة هي لغة البلوكات عرف يعني نستعمل فيها كيف فك وتركيب إدخال معالجة اللي هي بروسيسنج وبعدها تكلم المحتوى عرفت ولا
عرفت. ممكن طبعا ده اذا كان ني طبعا نقدر ندخله قيمه وندخله قيمه مثلا جايه من المقاومه والقيمه الثانيه من المقاومه والاوتبوت مثلا نتعاملوه مع محرك ولا اي حاجه عرفت. طبعا هذا هو الاساس في هذا الاساس نتاع البرمجه عندنا. يعني احنا حكينا على برنامج سيكونشال تراتبي، خطوه ادخال، خطوه ابدا، ادخال، وبعدها معالجه، وبعدها خراج. وبعد في المحاضره الجايه هو التحكمات.